صباح الخير أو مساء الخير حسب فرق التوقيت. أهلا بكم أصدقائي بفيديو جديد. هذه المرة مع تجربة عائلية فريدة وقصة البجعات الحزينة. اكتشفنا عش البجعات أول أيار، وكانت البجعة تجلس على 5 بيضات. قرابة 41 يوم بتجلس البجعة بشكل متواصل على البيض بدون كلل. الحياة في البحيرة كانت تنبض مع وداع الربيع واستقبال الصيف. وأخيراً وبعد انتظار وتشوق أكثر من شهر، يوم 7 حزيران 4 بيضات فقست وخرج الصغار ما عدا بيضة. ما بصير بابا مريض مريض ما بصير بس مش فيها محتاج عليهم هلا اذا اخذناهم احنا ومامتهم تزعل من هي. حاولت البجعة الام الجلوس على البيضة الخامسة يومان اضافيان لعلها تفقس. قلت سبحان من وضع الصبر وطاقة الاحتمال في قلب الام. في البحيرة الكثير من أنواع الكائنات، من طيور وزواحف وحشرات وأسماك. تنوع أعلن عن نفسه مع مجيء الطقس الدافئ. الزوجان ما فقدوا الأمل في أن تفقس البيضة حتى آخر لحظة. كان اهتمام الأب واضح بحرصه على العش، بذكرنا بالإنسان عندما يصبح أب لأول مرة. الصغار بدأوا لأول مرة بالسباحة. كان المشهد حماسي جدا وبقينا أكثر من ساعة نتأمل حركات الصغار الناعمة. تأملوا معنا لطافة الملامح الصغيرة قبل أن تكبر.
البطة المرققة كانت تتجول مع صغارها الذين سبقوا البجعات بالخروج إلى الحياة. يا ترى يفكرون في اللعب مع صغار البجع؟ لاحظت التلميحات واللغة المستخدمة بين الزوجين، اتفقا بعد ما يشبه النقاش العميق على ترك البيضة. بعد إعلان موت البيضة الخامسة، الفاجعة الأولى جاءت بعد أيام فقط، حيث فقدت البجعتان فرخا حيا من فرخها. بعد أسبوع تقريباً فجعنا مرة أخرى عندما وجدنا فرخين فقط مع البجعات، بالظاهر أن حيواناً ما قد هاجمها. حجم الفرخين بدأ بالتضاعف بمدة قصيرة. قيل لنا أن حيواناً هاجمها قد تكون السلحفاة الصائدة المعروف عنها بتصيد الفراخ الجديدة. بدوري قمت بالبحث على الإنترنت، فوجدت أن الطائر مالك الحزين الذي ظل يحوم حول البحيرة ربما يكون المتهم أيضاً. كبر الصغار وتغيرت ملامحهم لتصبح أكثر نضجاً وأقرب لشكل البجعات. صارت البجعات تغادر البحيرة للبحث عن الطعام في أماكن أبعد. قريباً ربما ترحل لتبدأ حياتها كبجعات جميلة بانتظار الموسم القادم، تاركة لنا أجمل تجربة مع طفلاتنا تعلمنا منها درساً مباشرة من الطبيعة. إذا أعجبتكم تجربتنا العائلية، شاركوا الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي لمزيد من التفاعل والفائدة.
وإلى اللقاء في فيديو جديد.